بحيرة صناعية في العالم كله. بحيرة ناصر. مظبوط. الاستغلال الأمثل للبحيرة لسه لغاية دلوقتي ما تمش. كويس. بالأخص طبعاً في الثروة السمكية وكمان بالنسبة للتماسيح. وكان في مبادرات كتير على موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حضرتك أكيد تابعتيها بخصوص جلود التماسيح، لأن التماسيح هناك توحشت من كبر حجم السمك اللي بتتغذى عليه. وطبعا في الفترات اللي فاتت ما كانش فيه صيد ليها، ازاي نقدر نستغلها وفي نفس الوقت نحافظ على التماسيح علشان البيئه ما يزعلوش مننا؟ لا، هو لازم يكون فيه تنوع بيولوجي موجود في المكان، ولازم يكون فيه نسبه من التماسيح موجوده ونسبه من الاسماك، كل ده ربنا خلقه بالطبيعه. تمام. لكن احنا عاملين، احنا دلوقتي بالنادي باستثمارات، لان احنا النهارده بنجذب المستثمرين. تمام. ان هو يجوا يستثمروا في بحيره صناعيه اخرى، ننقل لهم بعض التماسيح علشان يبتدوا يعملوا صناعه لصناعة الجلود، لأن أنا ما أقدرش. بحيرة صناعية على جنب. على جنب. زي ما في الطشكة مثلا. بس حاجة تبقى خاصة بعيدة عن بحيرة ناصر، علشان طبعا موضوع الطبيعة. هو التنوع البيولوجي اللي موجود في بحيرة ناصر دلوقتي يعني متوازن ولا التماسيح أصبحت أكثر شراهة؟ التماسيح الحقيقة ما بتاكلش فترات طويلة من السنة، مش زي ما الناس بتقول وبتعدد، لكن نقول إحنا كان ليه بحيرة ناصر قل إنتاج. اولا في تهريب بشكل قوي جدا بيتم من هذه البحيره خارج مصر كمان. ايوه طبعا. الحاجه الثانيه، يمكن الفتره اللي فاتت ده اللي انا قلته، حرس الحدود ساعدنا وبشده. احنا المفروض ان احنا نقفل البحيرات دي فتره الراحه البيولوجيه، فتره عشان الامهات تبتدي تدي انتاجها والبيض، ويبتدي عندي يبقى ذريعه وسمك ويكتر الانتاج، ودي فرصة للسمك الصغير إنه ينمو. وده حصل للصيادين في فترة من الفترات؟ ده حصل السنة دي لأول مرة من سنين. طبعا. فإحنا فعلا حرس الحدود ساهم معانا. طبعا الصيد المحافظ كنا بنشتغل معاه، الصيادين كنا كمان بنتكلم معاهم يعني بطريقة، لأنه يقول لك أنا طب أنا هعمل إيه شهرين اللي أنا ما بوقف فيهم الصيد؟ لا، أنت بتعمل، انت بتجهز شباكك، بتاخد اجازتك، بتظبط نفسك، وانت نفسه اللي هتصطاد بقيه السمك، محدش تاني هيصطاد معاك، فبالتالي انت بنزود لك مخزونك السمني السمكي، وكمان كمياته واوزانه. والاول وانا رحت بعد الافتتاح الصيد، وطبعا لما شافوا الاحجام بتاعت السمك قد ايه.